زلاتان ابراهيموفيتش يشارك ويعود للميلان، يعني مباراة مع سامبدوريا كانت جميلة جميلة جدا، ورأينا أن يعني بعد دخول ابراهيموفيتش تحركات الاس ميلان و زلاتان عاد. عشان انا ما تحدثتش يعني مسبقا عن الدوري الايطالي وعن ميلان بالخصوص كبيرا، لان يعني انا من مشجعي ميلان، ولكن يعني حاقد بسبب الازمه ولا هادشي اللي وصلوا ليه مكتبهم في ميلان، ويعني التخبطات في الفريق اللي الان لم يجد يعني توليفه، هو فريق يعني بقيمه وهيبه التي كانت عند ميلان بكل صراحه، واليوم على زلاتان ابراهيموفيتش ولاعب يعني 40 دقيقه او 35 دقيقه خياليه جدا، وباقي ننتظر المزيد منك يا ابراهيموفيتش. لاعب النصر الجزائري لعب مع ابراهيموفيتش، هذا في حد ذاته حدث تاريخي واسطوري ولن ينسى ابدا حتى واذا انتهى المباراه بي يعني بسبب صفر نقطه فقط يا ميلان، ولكن يعني احسن من لا شيء، احسن من لا شيء بكل صراحه. ممتاز، فكرة هائلة حقيقة. هذا شعار عنده أبعاد فيزيونومية وسيكولوجية وتجارية محضة. السلام عليكم الخوت، كتعود هاني نورتين، فرحانين كل شيء زين، الله يحفظكم. كنتمنى اللي كيشاهدنا وكيعجبو فيديوهاتنا دابا دابا لتحت تابونو وفعل جرى، شكرا لكم كاملين. اليوم غنتحدثو على المباراة اللي جمعت الميلان بسامبدوريا وبعودة الأسطورة الشرس الأسد ابراهيموفيتش السلطان زلاتان. رأينا اليوم ماذا فعل، ويعني قبل أن نتحدث عن زلاتان نبقى في فيما أطور ما يعني أطور الشوط الأول، اللي بصراحة يعني أنا لم أكن أتحدث عن الدوري الإيطالي منذ زمان، يعني منذ اليوفي والأسي ميلان أنا مشجعه، ولكن يعني تلك الحقد والغضب الذي الحالة التي وصلت لها الميلان يعني تجعلك لا تحب أن تتحدث عنها، ولكن بعد عودة زلاتان ابراهيموفيتش وكيف لا يعقل أن لا تتحدث عنها. وابراهيموفيتش أنا أريد كنت أتمنى أن يكون هو القائد بعد دخولي، نعم هو الليدر، ولكن الميلان يعني نزل المباراة بخطة 4-2-3-1 المعهودة بالناصر وذلك اللاعب إتش كوزالي في تيتش وويا يعني كارتكازين و هانيلو غلوغلو لاعب تركي وسوزو و بيانيتش في الامام وراءه بندورا، ولكن يعني هذه الخطه راينا في الشوط الاول ان يعني كم من فرصه اتت، ربما فرصه او فرصتين عن طريق سوزو الذي لم يعرف كيف يعطي الاسيست، والهجمه التي كانت عند سوزو التي لا اعرف لمدى سوزو هذا لا لم يعد لاعب، نعم عنده امكانيات جميله، لاعب يعني اريد ان اشاهده، عنده رجل يسرى ساحره وكل هذا، ولكن بصراحه يعني قراءته وقراراته وكيف يتخذ القرار سيئة جدا، وبالخصوص في هذه الايام الاخيره وهذه الفترات الاخيره، عكس اللاعب الذي بكل صراحه تالق في الشوط الاول. هو لاعب اخر يعني تيو هيرنانديز بدرجة عالية، ورأوا الجزائري بالنصر في الشوط الأول، لأن تيو رأينا الخطورة كلها تأتي من عند هذا اللاعب تيو هيرنانديز بكل صراحة، لحد الآن هو بالنصر والحارس دوناروما هما يعني الصفقات التي تستحق الميلان، يعني الذين يلعبون بإبهار بهذا المفهوم إبهار. تيو في الشوط الأول حرته يعني جاء صالة وجال الملعب بكامله، ورأيناه كيف أنقذ الكرة من المرمى وكيف يعني ورجله يعني انظروا معي قمة الاحترافية، هو في يعني تعرض لإصابة وأنقذ المرمى، يعني لم يسقط، لو سقط لا سجل الهدف ولن يحتسب ضربة خطأ، لأن يعني هو من ارتكب على نفسه ضربة خطأ، ولكنه استمر وأولوية الفريق على صحته، يعني على صحته أنقذ الكرة. ورأينا يعني انفرادين أو انفراد لفريق سامبدوريا، هي من كانت الأخطر بكل صراحة، يكون واقعين سامبدوريا ولاعبيها الاثنين كوارديولا كوارايلا واللاعب الآخر راه خلقوا يعني الانفرادين ربما في المباراة صحيحين أمام دوناروما، والأولى يعني أنقذ دوناروما والثانية كما قلت لكم تيو هيرنانديز من خط المرمى. ما أزعجني بكل صراحة أن بيونتيك يعني لعب شوط أول ولعب 10 دقائق ربما في الشوط الثاني ولم يخلق ولا فرصة محققة للفوز، يعني أنا اليوم أرى بيونتيك أنه يعني يلعب ومعنوياته يعني ونفسيته يعني كالمتخوف، يعني مهتزة من مكانه، لأنه يعلم أن ابراهيموفيتش في الاحتياط، لا
اذا يعني هذا هو هذا هو سبب قدوم ابراهيموفيتش، ليكون هناك منافسه. بيونتيكي يلعب، ابراهيموفيتش يلعب، انت تلعب، تلعب من اجل انت لا تخسر مركزك، وابراهيموفيتش يلعب من اجل ان يعطي الاضافه. ولكن اليوم يظهر ان بيونتيك خائف، يعني كما انه يسلم مكانه لابراهيموفيتش. هذا ليس يعني احتراف، وليس هذا هو بيونتيك الذي كان كنا نعرفه ونشاهده. ويعني استحق ان يخرج، وحتى سوزو استحق ان يخرج في الشوط الاول، لانه اداؤه كان سيء 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 جدا. وسامبدوريا كادت ان تخرج بهدف في الشوط الاول بكل صراحه، لان خطه المدرب سامبدوريا جميله، 4-4-2 ويلعبون على الهجمه المرتده، وراينا يلعب لا فون ليس الهجمه المرتده، يلعبون على الهجمات السريعه، يعني يخطفون الكره، يعني ثلاثه اربعه تمريرات عليهم ان يكونوا عند دوناروما، عكس الميلان الذي راينا في الشوط الاول عندما يلعب هجمات مرتده، يعني عندما تضيع الكره لسامبدوريا وتنطلق الهجمه المرتده للميلان يكونون خطيرين خطيرين لاعبي الميلان، ولكن الذي سينهي تلك الهجمة المرتدة غير موجود. انتظرنا حتى بداية الشوط الثاني، بداية الشوط الثاني وبدأ عفوا قبل نهاية الشوط الأول بدأ ابراهيموفيتش بالتسخينات، كنا نتوقع أن ابراهيموفيتش سيدخل، كنا نتوقع أن ابراهيموفيتش سيدخل مع بداية الشوط الثاني، ولكن المدرب تحدث معه وتركه لعشر دقائق، أعطى فرصة إضافية لبيونتيك ليحاول أن يخطف الهدف ويخرج، حتى وإذا خرج يخرج بأنه معنوياته مرتفعة، هو الذي سجل، ولكن لم يتغير ولا شيء. دخل ابراهيموفيتش ودخل ذلك اللاعب ليو في نفس في 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 نفس التوقيت، وهنا اريد ان اقف كثيرا عند ذلك اللاعب ليو. ذلك اللاعب ليو راه يعني اذا كان يعني لاعب شاب وصاعد ويعني عنده 20 عام او 19 عام وبهذه الامكانيات، الذي ينقصه فقط ان يتحدث معه شخص ويفسر له كيف تلعب، كيف يعني تتخذ القرار، كيف تتخذ قرار التمرير، كيف تتخذ قرار التسديد. راه أضاع في الشوط الثاني فرصتين، فرصة أعطاها له إبراهيموفيتش أسيست، والفرصة الثانية هو المرمى ولم يعرف كيف يرفع اللب، يعني ينقصه فقط من يتحدث مع عن فقط اتخاذ القرار الصحيح، لأنه يعني سريع مراوغ لا يخاف، يدخل يتعملق يعني يخترق، يلعب ثنائية مع إبراهيموفيتش، وأنا أظن أنه إبراهيموفيتش سيكون ثنائي جميل 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 جدا، لأن إبراهيموفيتش أحيانا يسقط لخارج المربع هو يدخل، يعني إذا تفاهم مع إبراهيموفيتش سوف أما إبراهيموفيتش سوف يعطي أهداف كثيرة، أما هو سوف يعطي إبراهيموفيتش أهداف كثيرة. بخروج بيانيتش وبندورا دخل إبراهيموفيتش وأدلياو، ورأينا أن لياو ذهب مكان تشينوغلو، وتشينوغلو سقط وراء إبراهيموفيتش، هو الذي أصبح مكان يعني هو الذي أصبح يصنع اللعب. ورأينا أن تشينوغلو عندما تحول إلى هذا المركز أبدع، وأصبح يسدد من خارج المرمى، وأصبح يعطي لسوزا ويعطي للياو ويعطي، يعني هو الذي مفتاح اللعب من عنده ويتقدم عنده يعني بالنصر أحيانا. وهو النقطة أزعجتني كثيرا عند بالنصر، بالنصر هو الارتكاز، هو اللاعب يعني الوسط الدفاعي، ولكن أحيانا ليس أحيانا دائما طول المباراة يلعب دورين، دورة هو دورة للآخر الذي يلعب معه في وسط الملعب، يعني ذلك الآخر هو الذي عليه يكون عنده دور هجومي، ولكن لا، بالنصر يلعب دور دفاع، يقطع الكرة ويبدأ في الهجمة، أو يعني يحاول أن يصل بالهجمة إلى النهاية، أما يعطيها إلى إبراهيموفيتش أما يعطيها إلى تشيرنوغلو الذي يعني يصنع اللعب. سوزو أيضا عرضياته سيئة جدا. إبراهيموفيتش بكل صراحة، هذا إبراهيموفيتش علينا نرخص كل مباراة كل الوقت الآن لإبراهيموفيتش، لاعب بهذا السن، لاعب يعود بصفقة 6 أشهر وبرقم يعني كما قالوا اختاره لو ولديه أو أطفاله يعني، ويعود بهذا الأداء وبهذا التعملق، والجماهير يعني راه كل الجماهير اليوم العاشق عادت لإبراهيموفيتش، وهذا لماذا تحدثت عن الميلان، يعني أنا ميلان على ماذا ستتحدث، على فريق أصبح مدلول، يعني فريق اعتذروا على هذا اللفظ، فريق أصبح منحط. يعني اليوم بعودة إبراهيموفيتش رأينا أن الجماهير عادت لها هيبتها وعادت يعني ترفع رأسها، حتى وإذا كان يعني في مراتب متأخرة، ولكن إبراهيموفيتش اليوم عند دخوله تحسنت الميلان، لنكون واقعيين تحسنت هجوميا، أصبحوا يلعبون التيكي تاكا، أصبحوا يلعبون المرتدات، أصبحوا يلعب تياو، أصبح يعني يتفاهم مع تياو، تيو هيرنالديز إذا تفاهم مع تياو في ذلك يعني في ذلك الخط سيكون ثنائي مرعب، وهذاك تياو هذاك لياو أصبح يهدد مركز فيندورا، يهدده، لأن يعني راه ممتع يعني تلعب في هذه المباراة وأول مباراة وتلعب مع إبراهيموفيتش وتصنع ثنائية جميلة معاه، راه اسمح لي يعني خرافي. إبراهيموفيتش رأينا كيف يلعب بالرأس، كيف كاد أن يسجل بالرأس، حتى وإذا يعني لا يمكنك أن تحكم على إبراهيموفيتش، ولكن حسب الرؤية التي رأيناها اليوم يعني
شخصيته لا زالت شخصيته هو يعني ويعني وإضافته تظهر لك في الملعب تظهر لك في الملعب يعني هذا قال صاحبي أخي هذا الشخص في هذا العمر ويعني وحط يعني لعب لي فرق خيالية وحطم إنجازات خيالية ويعود ويصنع العود تاني يعني لحظة يعني لحظة يهتز لها الجماهير كله ينتظرون اليوم يعني راه أول مباراة رسمية ويلعبوا فقط ليست مباراة كاملة فقط دقيقات يعني راه يرفع له القبعة والبيلان سننتظر منه يعني أن يقدم أداءات أكثر من هذا إبراهيموفيتش عليه أن ينسجم أكثر مع هذا اللاعبين ذلك ليو عليه أن يعطاه فرصة أخرى وتشانل أوغلو أتمنى أن يوظف في مركز وراء إبراهيموفيتش لأن هذا المركز اليوم يعني أبدع فيه سوزو عليه أن يثبت قدمه الفرص لا تعطى كثيرا ركز أنت تلعب مع إبراهيموفيتش ومع أساطير وبالنسبة للاعب الجزائري بن نصر فيعني راه ما عندي ما نقول لك أنت تستحق ارتكاز خرافي راه الميلان هو المشكل الميلان عنده يعني في كل مركز لاعب خيالي الحارس المرمى اللي نتحدث عنه الأظهرة تياغو هيرنانديز أساطير في الوسط هو بن نصر المدافعين الذين يحتاجون منهم فقد القلوب الدفاع أخطاء ساذجة ورأينا الانفرادات التي سامبدوريا تسبب فيها هذا هو المشكل أن أصبح عندهم إبراهيموفيتش أسطورة آخر بيونيتش عليه أن يعود لمستوى سوزو عليه أن يركز وأن يصبح يتخذ قرارات صحيحة الياورا أول شاب موهبة خيالية أنا متأكد لها من هذه المباراة ستكون موهبة بهذا الأداء لو أعطته الفرصة أكثر ومدرب الميلان عليه أن يتخذ قرارات أيضا صحيحة تكون مشكل الميلان هو القرارات الصحيحة لا في المكتب لا في المدرب لا من اللاعبين السلام عليكم.